إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. إذن معنا السيدة هذه اللي الابن ديالها لأن معنا السيدة هذه المتابعين الأوفياء اللي الابن ديالها اختفى وكتقلب عليه. وكنا كنمارسوا المهنه من هذاك الوقت الى حدود توقعت لنا المشاكل مؤخرا هذه السنوات الاخيره. وشديتي نتايا استغليتي الظروف ديال القاهره. سكت سعيده، خلينا نهضروا. وا سعيده اسكت. اذا مباشره من مدينه القصر الكبير حاله ديال الاختفاء اللي اختفى تقريبا هذه عام وكاع ما رجع، والام ديالو بطبيعه الحال منهاره وكتمنى ملي شافوا او عرف ليه شي حاجه يتواصل معها عبر الرقم ديال الهاتف ديالهم بطبيعه الحال. السلام عليكم الشريفه. سلام سيدي. شنو وقع الشريف لولدك؟ انا سيدي ولدي تعصب، مشيت علمت به، جات لي عطاتني القايده، عطاني الوكيل، مشيت عند البوليس ديتو على يد القايده، خلص لابيلانس وديتو على يد القايده، على يد البوليس، على يد وكيل الملك، ديتو للسبيطار ديال الامراض العقليه في طنجه بني مكاده، ديتو انا بيدي دوشت له، خسرت له، فركت له، لبست له عليه ودخلته للسبيطار. ولدك كان مريض ياك؟ كان مريض شويه. كان مريض. يعني خفتي لا يدير شي حاجه؟ خفت يدير شي حاجه خايبه وهذا، وديتو قلت يتعالج. فايت ديت خاو، ديت خاو، كنمشي نجيبهم. ديتو مشيت زرتو. ملي مشيت موراه في رمضان ديال عام الاول نجيبو، قالوا لي خرجت الدكتوره سهيله. مشيت تما كنغوت انا في فيديو، كنغوت كنقول لها الدكتوره اعطيني ولدي، ما تخرجوش يبلا بيا، علمني مني بغيتي تخرجو علمني، عيط عليا نجي ندي ولدي. كنغوت وكنبكي كنقول لها اعطيني ولدي، عطيني ولدي يا دكتوره، انا مزوقه بك عطيني ولدي. مشي نجيبو ما جبرتوش، انا مرضت، عملت العمليه الاولى على عيني والعين الاخرى عاوتاني كذلك. خوتو كيقلبوا عليه من هولندا، من يعني ما خلوه في يقلبوا عليه، كيصيفطوا الناس يقلبوا. واخا شنو شحال عنده من سنه هو؟ هو يمكن عنده 50 سنه. 50 سنه يعني كبير في السن ديالو؟ كبير في السن. عام ما مجوزش هو؟ لا ما مجوزش، باقي عزري ومرض. دخلت تما حيت كان مريض؟ كان مريض، انا ديتو بيدي وخلص لابيلانس، وديته انا مول لابيلانس ودخلته بيدي وعلى يد القايده واقفه، البوليس واقفين، ضابط الشرطه واقف، كل شيء واقف. ديتي لتما من ديتي فين ديتي؟ ديتو رجعت زرته. فين ديتي بالضبط؟ ديتو بني مكاده. ديتي فين؟ طنجه. بني مكاده طنجه، مستشفى الامراض العقليه. امراض العقليه. كنديهم تما كيوليو لي لاباس، كنجيبهم. ايوا دابا مشيت مورا نجيبهم، ما جبرتش. ما لقيتيش؟ ما لقيتوش، خرجت الدكتوره سهيله. شنو قالوا لك عليه؟ قالوا لي خرجناه، علاش خرجوا بلا بيا؟ واش هو كان من خرجوش؟ كان مريض؟ كان برا؟ شنو؟ كان باقي ما براشي، فين هو؟ كان برا كراجا نضاح. كان برا كراجا نضاح. اللي ما عرفتيش ولدك فين مشى؟ ما عرفاش ولدي، كان مطلب الدكتوره سهيله اللي خرجت لي ولدي تجيب لي ولدي، انا كنتابع الدكتوره سهيله، هي اللي خرجته من السبيطار بلا علمي. قلبتي على ولدك؟ ما خليت ما يقلبت عليه، ولا جبرته ولا كاين اللي كيعطيني الخبر ديالو. ميت ولا حي، دابا انا بغيت ولدي ميت ولا حي، جيب لي ولدي ميت ولا حي، انا بغيت الدكتوره سهيله تقلب لي على ولدي فين ما كان، انا كنبكي على ولدي.
ولدي ديتو بيدي ما جبتوش. انا يعني ديتي ولدك الثانوي يتعالج؟ يتعالج ايه، باش نمشي مورا نجيبو. كيف ديالك؟ باش نمشي مورا نجيبو. ولكن كتفاجئ بان ولدك صافي خرج؟ ايه ولدي ما عرفتو فين هو، ميت ولا حي ما عرفتوش. ولدي ميت. بغيت غير تشوفيه؟ ما بغيت غير نشوفو فين هو، ميت ولا حي. جيبو لي ميت ولا حي. على الدكتوره سهيله بغيت ولدي، انا بغيت ولدي، ديتو بيدي ما جبتوش. حرام هادشي هذا، راه حرام وليدي، راه حرام سيدي. ولدي انا بغيت ولدي ميت ولا حي، تعطيه لي ميت. الدكتوره سهيله هي اللي خصها تقلب عليه، وكنتبعها انا غير مريضه، نتبعها قضائيا. يعني ضيعت لك ضيعت مشيت عند الدكتور الحسوني. لا ما تقلش سميات. ها؟ لا ما كمل. مشيت عند الدكتور الحسوني قلت له شوف الدكتوره سهيله، جيت مر ولدي ما جبرتوش. قال لي سير ادعيها، قال لي سير ادعيها. انا مرضت، انا مرضت. خافيك الحال؟ اه خافي الحال ومرضت. انا مرضت، عملت العمليه الاولى والثانيه والثالثه، انا غادي نعملها دابا. انا ولدي يعني اللي شافوا او عرف اللي شي حاجه يتواصل معك. اي رقم الهاتف ديالك حافظه ياك؟ عطيه الرقم الهاتف. قولي 06 قولي 06 59 32 66 05. يعني اللي عرف عليه شي حاجه او اي اتصل بيا، انا موجوده تحت الاشاره. انا بغيت ولدي ميت ولا حي، انا بغيت ولدي. عباد الله، ولدي ديتو بيدي، ديتو بيدي وليدي، ديتو بيدي ولدي، ديتو بيدي، ديتو ولدي بيدي.